لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. تقف الشابة على الرصيف غير بعيد عن مدرسة خاصة، لا تغادر مكانها بينما يسرع الطلبة الخارجون من المدرسة إلى وجهات مختلفة، ثم تبقى الشابة الأنيقة وحدها تضم إلى صدرها ملفاً كذلك الذي يحمله أغلب الذين يأتون إلى تلك المدرسة. من أمامها تمر سيارات من أنواع وألوان شتى، من نوافذ بعضها مع الموسيقى الصاخبة تطل رؤوس تلقي إليها بكلمات، وأحياناً يأتيها صفير وحركات بهلوانية. أحياناً تقف واحدة من تلك السيارات عندها تتجاهلها وتتجاهل سائقها الذي يميل ويدعوها إلى الركوب، ثم تتوقف سيارة أخرى تركبها وتنطلق بها مسرعة. يتكرر المشهد مرات كل أسبوع، وتختلف السيارات التي تقبل الفتاة بالركوب إلى جانب سائقها. لم تكن حالة تلك الفتاة لتمر دون أن تلفت إليها الأنظار، فلا أحد من الطلبة يعرفها. ثم جاء مرة من قال إنها تستغل محيط المدرسة لتصطاد زبائنها، كذلك قيل. كانت فتاة لها نصيب من الحسن توحي ملامحها بأنها دون العشرين. بالنسبة لكثيرين من رواد تلك المدرسة فإن حضورها المنتظم ذاك الذي يصادف مواقيت الخروج صار يبعث على الشك والريبة. ذات مساء ماطر من فبراير من العام 2000 توقفت عندها سيارة فارهة بيضاء. بنظرة اختلستها رأت أن ليس بها من أحد غير الذي يسوقها. تمدد الرجل إلى الجانب الأيمن بعد أن أنزل زجاج النافذة وصار يردد على مسامعها كلاما لعلها ملت سماعه لكثرة ما تكرر، ثم نظرت إليه وقد حافظت على بعض من حدة وصرامة في تقاسيم وجهها. كان رجلا كهلا غزا الشيب جانبي رأسه، ولما ألح عليها ابتسمت له، ولعله لم يكن ينتظر سوى ابتسامتها تلك التي راح يؤولها بقبول منها لما يعرضه عليها. تمدد أكثر على الكرسي الذي بجانبه وفتح الباب. ركبت، جلست وهي تجمع مطريتها المبللة، ثم التفتت إليه. ابتسم في وجهها ابتسامة لم ترى أعرض منها، ظهرت أسنانه المرصوصة والمتساوية. ثم انطلقت السيارة. بعد بضع عشرات الأمتار قال لها إن اسمه الحبيب. لمحها تحرك رأسها، أضاف موضحا أكثر أن اسمه الحبيب بويحيى، مقاول البناء المعروف في أجدير. ردت هي بأن اسمها وصال وإنها تدرس في المدرسة التي كانت تقف أمامها. لعله صدق أن تكون طالبة في تلك المدرسة، ولكنه لم يصدق أن تكون نطقت باسمها الحقيقي. ثم أطلق من مذياع السيارة موسيقى هادئة، صارت قطرات المطر تتراقص على إيقاعها وهي تتدحرج في هدوء على الواقية الزجاجية الأمامية. سلكت السيارة شارع الرئيس كينيدي بكبرياء، ثم شارع فاس. لم يكن ليخفى عليها أنه يريد إلى الكورنيش. من مكان لم تره أخرج علبة سجائر، دفع بواحدة فخرجت عن الصف، مد يده إليها، نظرت إليه بابتسامة تكلفتها وتصنعت الخجل، ثم مضت بأناملها الصغيرة إلى العلبة واستلت السيجارة التي أطلت برأسها. وهو يحاول التحكم في السيارة أمسك بولاعة وزندها فظهرت شعلة تتراقص. تقدمت الفتاة نحوها وقد وضعت السيجارة بين شفتيها، وما لبث أن عم المقصورة الدخان. أخرج سيجارة وفعل مثلها، ومثلها نفث الدخان من خيشوميه. استرخت على الكرسي والتصق ظهرها بالمسند. قال لها إنه يدعوها للعشاء في أحد المطاعم على الكورنيش. نظرت إليه بما أوحى له بأنها تقبل الدعوة. تحس بالسيارة تمشي بخيلاء وهي تعبر شارع 20 غشت.
الموسيقى الهادئة تواصل تدفقها نقية، ثم انحرفت ودخلت ممرا يتفرع عن الشارع الرئيس. مرت أمام واجهات عدة مطاعم، في الداخل تبدو الأضواء خافتة، ثم توقفت عند أحد تلك المطاعم. نزلت وهي تهم بحمل مطريتها، قال لها إنها لن تحتاج إليها، المسافة بين السيارة وباب المطعم أمتار معدودة. لم تحمل ذاك الملف الذي به دفاترها وكتبها. لما وصل الباب وانفتح لهما تركها تتقدم. في الداخل بضع طاولات لم يكن حولها زبائن، اختار واحدة منها، وقبل أن يجلس سألها إن كانت ترغب في الجلوس إليها أم هي تفضل طاولة أخرى. ردت بأنها تترك له الاختيار، إذ ذاك جلس وجلست. الآن ترى وجهه أوضح. جاء النادل، كان في كل أناقته. من جيب معطفه أخرج علبة عود ثقاب، تناول واحدا وحك رأسه إلى جانب العلبة وأشعل شمعة أحاطت بها أسطوانة من زجاج، بجوارها وردتان ساقاهما في كوب ماء من بلور. من مائدة بجوار الجدار جاء النادل بنسختين من قائمة المأكولات، كانتا مسفرتين في جلد من النوع الجيد. بادرت إلى فتحها وانهمكت تقرأ ما حملته من أصناف المقبلات والأطباق الرئيسة. رأته يقلب الصفحات، ثم عاد النادل بعد دقائق ينتظر أن يسجل طلباتهما. طلب الحبيب مقاول البناء المعروف زجاجة نبيذ. التقت نظراتهما فابتسمت، ثم طلبت هي مشروبا غازيا. هم بالتعليق ثم تراجع، إذ خشي أن تسيء فهمه فتؤول أمسيته تلك إلى فشل. تناول عشاءهما، بدا المقول وقد نزع إلى السكر. قال لها إنهما سيمضيان الليل في فندق غير بعيد. لم تعقب على ما قاله. جاء النادل حاملا ورقة الحساب، نظر إليها. من جيب معطفه أخرج رزمة من الأوراق النقدية، قدرتها الفتاة ب20,000 درهم. استل منها عدة أوراق من فئة 100 درهم ووضعها في الدفتر المغلف بجلد بني فاتح. كان النادل يقف غير بعيد، جاء مبتسما وحمل الدفتر. قال له الحبيب أن يحتفظ بالباقي لنفسه. انصرف النادل شاكرا. رأته الفتاة يلتفت نحوهما بعد أن مشى بضع خطوات. في الشارع ازداد المطر غزارة. وقف الحبيب، رأته يكاد يسقط، توكأ على المائدة ثم تماسك، وضع يده على كتفها وخرج. ومضت أضواء السيارة، فتح لها الباب وأغلقها بعد أن اقتعدت الكرسي الوثير، ثم ركب وأدار المحرك. بعد مسافة لم تكن بعيدة توقف بباب فندق، طلب منها أن تنتظره. قالت له إنها لا تريد أن تدلي ببطاقة تعريفها. ابتسم لها ولم يقل شيئا. مر ما يقرب من نصف ساعة ثم جاء يتمايل، فتح الباب ودعاها إلى الدخول إلى الفندق. كان قد رتب كل شيء. دخل المصعد الذي توقف في الطابق الثالث، تقدم وكانت تتبعه، ثم توقف عند باب وفتحه. التفت إليها ودعاها إلى الدخول. كان يبدو ثملا. قال لها إنه سيستحم. ابتسمت وهي جالسة على حافة السرير، وضع معطفه وقميصه ثم دلف إلى الحمام. جاءها صوت الماء المتدفق من الرشاشة، اطمأنت إلى أنه منهمك في الاستحمام. مضت إلى معطفه وأخرجت رزمة الأوراق النقدية ووضعتها في ذلك الملف الذي كانت تحمله وتسللت خارجا. خرجت من المصعد وغادرت الفندق. غير بعيد استوقفت سيارة أجرة واختفت. خرج الحبيب من الحمام وهو يظن أن تلك التي قالت إن اسمها وصال في انتظاره لم تترك لها أثرا. لم يخامره شك في أنها فتشت معطفه، ولم يخب تكهنه، إذ سرعان ما اكتشف أنها سرقت رزمة الأوراق النقدية. جلس على حافة السرير
حيث كانت تجلس. في حي الوفاء في حدود 11:30 توقفت سيارة أجرة في أول زنقة تانسيفت. نزلت الفتاة بعد أن دفعت للسائق، مشت بخطى متأنية، ولما سمعت سيارة الأجرة وقد تحركت وعادت من حيث أتت تراجعت إلى مطلع الزنقة ودخلت في زقاق لم يكن به أحد. لم تفتح مطاريتها وجرت إلى منزل من 3 طوابق وفتحت الباب. اعتاد جيرانها على دخولها المتأخر. كانت تسكن بمفردها في إحدى شقتين صغيرتين في الطابق الثاني. عدا دخولها المتأخر ذاك، وقد بررته بأنها تعمل في مطعم وأنها تغادر مكان عملها متأخرة أغلب الأحيان، لم يكن الجيران يشكون أيا من سلوكها. تعلم أن ذاك الذي زعم أنه الحبيب يحيى مقاول البناء ذائع الصيت لن يهدأ له بال حتى يعثر عليها. لما أقفلت باب شقتها بالمزلاج جلست في صالون صغير وأخرجت من ملفها ذاك صيد ليلتها تلك. فكت رباط رزمة الأوراق النقدية وكانت كلها من 100 درهم وراحت تعدها. عدتها مرتين وثبت لديها أن ما سرقته بلغ 23,000 درهم. وهي تنظر في تلك الأوراق النقدية كانت تفكر في مكان آمن تودعها فيه. وضعتها في كيس بلاستيكي ثم أخفتها في رف كبير في الحمام، تظن أن لا أحد يستطيع أن يتكهن بوجود ذلك المال هناك. على مدى 2 لم تغادر شقتها تلك إلا ما كان من نزولها إلى البقال القريب لشراء بعض ما تحتاج إليه. ثم قررت النزول إلى وسط المدينة تتحين فرصة جديدة. غيرت هيئتها ولم تعد بمنظر تلك الشابات اللواتي ترتدن المعاهد والمدارس، صارت تبدو مختلفة. تدرجت في جولتها ذاك المساء إلى الكورنيش، وبينما هي تمشي غير بعيد عن المطعم حيث استضافها الحبيب قبل 2 رأت سيارته. في كل الأحوال هي سيارة تشبهها، لم ترتبك، وقررت المرور بمحاذاتها بخطوات ثابتة. لم يكن في السيارة أحد، وقد أيقنت الآن أنها سيارته تلك التي ركبتها معه. بعد أن تجاوزتها 50 مترا أو بما يقرب من ذلك أحست بخطى مهرولة تتبعها، ثم سمعت صوته ينادي وصال وصال. لا يخامرها الآن أي شك في أنه هو. لم تلتفت، وقع الخطوات يقترب أكثر فأكثر، وصوته يكرر اسم وصال، ذاك الذي زعمت له أنه اسمها. ثم أمسك بها من ذراعها. التفتت ونظرت في عينيه وكأنها لم تعرفه. نظر في وجهها، تردد ثم قال لها: أيتها السارقة. تفلتت منه وهي تصرخ في وجهه تدعوه أن يلزم حدوده. أربكته صرامتها. مع ذلك على مسمع من 20 أشخاص تجمعوا حولهما قال إنها سرقت منه أكثر من 20,000 درهم. ملامحها التي توحي بأنها امرأة محترمة وبأن هذا الذي يتهمها بالسرقة إنما شبهت له على الأرجح جعلت المتحلقين ينحازون متضامنين معها. وقد راقها ذلك واتهمته بالتحرش بها، ثم قالت إنها ستطلب الشرطة. تراجع وقد صار أقرب إلى الاقتناع بأنها تشبهها. قالت للمتحلقين وهي تخرج بطاقة تعريفها إنها ليست تلك التي يدعوها وصال، وإن اسمها عزيزة. لم يكن من بديل أمام الحبيب غير التراجع والانسحاب. بعد 4 أسابيع كانت تقف في نفس مكان وقوفها قرب تلك المدرسة الخصوصية تحمل في يدها دفاترها. مر الحبيب، لمحها، تجاوزها قليلا رأت أضواء الفرملة تتوهج، ولما أدركت أنه يريدها أسرعت الخطو وابتلعتها زنقة جانبية. دخلت باب عمارة مجاورة ورأته يمر بسيارته الفارهة. تعلم أنه سيظل يلاحقها
وتعلم أنه سيكون عليها التلون بكل الألوان وأن تضع كل الأقنعة حتى ينساها. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.